يقول: هل يبطل وضوء من غسل بعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرة واحدة أو مرتين مع العجلة؟ لا ما يبطل، الواجب غسلة واحدة والثانية فضيلة والثالثة سنة، وما زاد على الثالثة فإنه بدعة، وإن اقتصر على غسلة واحدة شاملة للعضو فإنها تكفي، الفريضة واحدة وما زاد عليها فهو سنة إلى ثلاث، ولا يلزم أنه كل عضو ثلاث، لو بعض الأعضاء ثلاث وبعضها مرتين وبعضها مرة يجزي هذا. نعم.